القضيب بتاعه وادي السرنجه معايا. كلب هام ده يا جدعان، هو نام كده ليه؟ اوعى تاكل الكلب بعد ما تجوزه. ميلو الكلب اللي قلب الدنيا وبويكا. وطبعا تعودنا في شغلنا وفي حياتنا تربيه الكلاب زي الكلاب الروتوايلر، ودي كانت اول جوازه لكابوس الروتوايلر بتاعي حبيبي اللي انا بحبه جدا. الكلب ده شخصيه بسم الله ما شاء الله، مواصفات كمان طبعا واضح في الفيديو، مش عايز اقول كلام اكتر من كده. ربنا يبارك يا رب، وادعوا لنا يا جماعه. وطبعا المعلومه والافاده في اللقطه دي ان انت تكون مجهز مطهرات بعد اول جوازه، يعني الجوازه دي انا جوزت اهو، وبعد الجوازه مباشره هغسل بميه دافيه ببتادين مهبلي، تمام اهو. هغسل للكلب القضيب بتاعه وادي السرنجه معايا، تمام. والنتايه هغسل لها، بس مش هغسل لها داخلي، هغسل خارجي بس، تطهير خارجي للنتايه بس، وده افضل شيء للكلاب بتاعتي. الصحة العامة للحيوانات بتاعتك اللي انت مربيها بتكون حاجة كويسة، التطهير والنظافة والاهتمام بالحالة الصحية لأي حيوان انت مربيه لازم وضروري ومهم جدا. خلوا بالكم الحاجات دي يا جماعة، خلوا بالكم الحاجات دي. وطبعا زي ما انتوا عارفين احنا بنخلص المزرعة، لكن شغلنا ما بيخلص، شغلنا 48 ساعة متابعين، مركزين، مربيين، مهتمين وغاويين. احلى مليون مسا عليكم. خلاص خلصته. تعبني جدا كابوس في الجوازه دي، لان بقاله كتير ما كانش اتجوز، وكان بسم الله ما شاء الله معمر بطريقه رهيبه جدا. يعني بالعربي كده الكلب لما بيقعد فتره ما بيتجوز دي بتبقى مشكله مع المربي، ان الكلب عايز يتجوز بطريقه مجنونه وبطريقه رهيبه. لكن الحمد لله طبعا ساعدته وقدرنا ان احنا نساعده على الجواز وخلص جواز، وكان لازم بقى استعمل العلاجات. البتادين يا جماعه مهم جدا، البتادين مطهر مهبلي مهم جدا، هو عامه مطهر عام. طبعا ابتدينا ان احنا نشتغل بالبتادين، تنظيف للنتايه خارجي من بره وتنظيف للذكر القضيب بتاعه، بسبب ان ما يحصلش نقل اي عدوى او نقل اي ميكروب بعد التزاوج، لان بعد التزاوج بيكون في عدوى او ميكروب سواء هنا او هنا، فاحنا بنطهر الاماكن دي لان بتكون مهمه جدا وبتساعدني بعد كده لو الكلب راح يتجوز نتايه تانيه ما يسببش ضرر من نتايه لنتايه. فلازم التنظيف دايما والتطهير دايما، وده بيكون شيء مهم في تربيه الكلاب بتاعتنا. وطبعا زي ما عودناكم شرحنا قبل كده مليون مره واكدنا على المعلومه دي يا جماعه، المعلومه دي مهمه جدا، اوعى تاكل كلابك قبل الجواز. اوعى تأكل سواء الذكر او النتاية قبل الجواز، لان ده اكبر غلط، وده ممكن يأثر على الكلب وقت الجواز ويسبب له الترجيع المفاجئ. والنتاية كمان، الكلب لو كل قبل الجواز بيملى معدته بطريقة رهيبة جدا، لان الكلب بتاعك ممكن يكون جعان وانت تبدأ تحط له الاكل يأكل ويملى المعدة ويبدأ ان هو يتجوز. كمية الحركة او كمية الافراط في الحركة اللي هو بيعملها ساعة الجواز، فدي بتسهل معاه الترجيع وبتساعده على الترجيع، وده بيكون مشكلة وبتهمد من جسم الكلب. فنصيحة لكل المربيين، اوعى تجوز كلبك وتكون انت لسه موكله. طيب الفترة قد ايه مثلا ابو نور على الكلب بتاعي لو هو واكل اجوزه بعد قد ايه؟ تقريبا كده 8 ساعات او 9 ساعات لحد ما يتم عملية الهضم للكلب بتاعك، وبعد كده بتبدأ ان انت تحركه وتمشيه شوية قبل الجواز، وبعد كده تبدأ تجوزه. ده النظام الصحيح عشان تجوز كلبك بطريقه كويسه ما تاثرش على حالته الصحيه. طيب يا بنقول لو انا نسيت واكلت ومضطر ان انا اتجوز، مضطر ان انت تتجوز، تاخد كلبك قبل ما تتجوز وقبل ما يشوف النتايج خالص تجريه لمده 10 دقائق او ربع ساعه اللي هي سرعه الهضم، تمام. وبكده تبدا ان انت تروح للنتايج بتاعتك تجوزها وانت مطمن، وكمان الكلام زي ما هو على الذكر زي ما هو على النتايج كمان، ما تجوزش النتايج لان بتكون بطنها مليانه، تمام، وبيكون الموضوع بالنسبة لها صعب. موضوع التخصيب لازم بيبقى ليه شروط انت لازم تهتم بيها، وتهتم بالنظافة، وتهتم بنظام الوجبات الغذائية في ايام الجواز مخصوص. اهتموا بالحاجات دي، صدقني هيجيب معاكم نتيجة كويسة، وبالتوفيق للجميع بإذن الله. خلينا بقى نشوف الكلب ميلو اللي أثار ضجة في الفترة الأخيرة على الصفحات بتاعتنا، وكل الناس اتكلمت عنه بسبب موضوع الشراسة. ميلو طبعا بتاع حد جايبه يدربه عندنا، حد من الشخصيات المحترمة جدا
وطبعا احنا قلنا نهتم بالكلب ده شوية لان الكلب ده كان مهايبر وكان لعبي ومتدلع قوي. طبعا اشتغلنا مع ميلو لما نزلنا مقطع شراسة ناس كتير اتكلمت وانتقدت الموضوع واستغربوا لما الكلب بدأ يتغير في لحظة واحدة من الفيديو. طبعا ميلو احنا بنشتغل معاه طاعة وشراسة، ميلو ما كانش عنده امر اقعد ولا امر سلم ولا الاوامر دي كلها. قررنا ان احنا نشتغل مع الكلب ده، دمه خفيف على فكرة جدا، مهايبر لعبي بيتنطط كتير، بس الحمد لله بفضل ربنا قدرت ان انا اقنعه بالانتباه ان هو ينتبه ليا وينتبه للاكل اللي في ايدي، ودي كانت حاجة كويسة ونقلة كويسة جدا معاه. طبعا ممكن يكون خاسس شوية بس باذن الله وبمشيئة ربنا في اخر فترة التدريب نغير من جسمه، وده طبعا حاجات لازم احنا بنمشي عليها في فترة التدريب اللي هي بنظبط مواعيد الاكل. المهم في ميلو ان انت تركز معاه في كل فيديو عشان نشوف التغيير النهائي معاه في الفيديوهات اللي جاية باذن الله. بويكا بقى المجنون، بويكا كلب مجنون جدا وكلب مهايبر جدا، وده كان بسبب قلة التعامل معاه عند صاحبه، يعني انا شايف كده ان كان بيتعامل معاه اكتر من شخص وكله مشتت انتباه الكلب ده يا عيني، والكلب ده طيب جدا وحسيت فيه ان هو كلب غلبان اول ما جانا المزرعه، بس كان واضح لما الناس جابته كان فيك اكتر من شخص جايبين الكلب، وانا حاسس ان الكلب ده يا اما ان اشخاص كتير كانت بتتعامل معاه يا اما ما كانش حد بيتعامل معاه خالص او حد مهتم بيه. كلب مهايبر ولعبي ودايما بيشد في السلسله بطريقه مجنونه جدا وبيطلع لقدام كده، ويبقى زعلان جدا لما يقعد ينهج، هو بينحر في نفسه وبيتعب في نفسه، واحنا مصممين على ان احنا نخليه ذكي. طبعا هنا هو مقتنع بالاكل جدا ومقتنع بالتدريب جدا، والحمد لله بعد ما ياسين بدا يشتغل معاه فترات في الاول انا قررت ان انا اتدخل في الفتره الاخيره عشان اكمل تدريب بويكا مع ياسين. كلب صعب بجد وانا حسيت كمان معاه بالارهاق وبالتعب، بس لازم اكمل علشان اوصل للنهايه الكويسه. واضح هنا ان هو مش عايز يديني امر ده، هو بيقعد يسلم لما بنقرب منه اكتر، بيحاول ان هو يلعب، انا بنحاول اتوهه عن اللعب ده تمام، وبحاول اخلي تركيزه معايا، لكن هو زي ما انتوا شايفين عايز يلعب كتير، عايز يتنطط كتير، ما هوش عايز اكتر من كده. طبعا مع الاقناع الكلب بيبدا ينزل تحت، ودي لازم الاشاره ولازم ان انا اكون مصمم ومركز على الامر اللي انا عايزه، وما بياخدش مكافئته غير لما ينفذ الامر. انا بحاول اضغط عليه علشان يكمل نزول تحت ويتن شويه، يعني بالعربي كده يغيب شويه ما يطلعش على طول، وياخد المكافاه مني ويقتنع بالامر. وهل انتوا شايفين دلوقتي ان بويكا فعلا بيقتنع بالاوامر؟ طبعا هو مع اقعد وسلم بقى كويس، ما كانش على فكره الكلب ده بيدي سلم، ما كانش بيدي اقعد، ما كانش الكلام ده خالص. بصوا الموضوع متعب بجد، فخليكم معانا عشان نشوف بويكا في الفتره اللي جايه ونشوف التغيير اللي بيحصل معاه. من البارح في اعلى المزارع هم دوكس في ضمانهم، رجوله ومجدع وسته مسمع اخونا الكبير ابو نور، شرف بلدنا ومنه استفدنا ابو نور حبيب الجمهور، شرف بلدنا ومنه استفدنا ابو نور حبيب الجمهور. هتاخد كلابك تنفذ كلامك معانا مفيش غلطات، بالبصة تتحفز وتبدأ تنفذ دي كلابنا بالإشارات. طب ياللي انت غاوي عندنا الجراوي بأرخص سعر في مصر، سلالة تشرف تعالى وهتعرف ملناش في شغل الكاس، سلالة تشرف تعالى وهتعرف ملناش في شغل الكاس.